السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستعرض مع بعض شغل السباكة الحديثة مع محمد صلاح أبو علي صاحب بيج سباك شاطر، شغل على الطريقة الهندسية الصحيحة على الخيطان وعلى البؤج وعلى الأوتار والليزر. بنستلم وبنسلم بجهاز الليزر حضرتك، أجسادنا بالليزر بالخيطان بالبؤج، شغلنا بالطريقة الهندسية. تحط المحابس رقم واحد وأنا داخل من الباب كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنحط المحابس ورا الباب عشان ما أعملش بورسلين وشكل جميل جوه جدا هناك كده، وفي الآخر ألاقي في محابس جاية لي في الوش. أنا عندي الرايزر زي ما سيادتك شايف كده، ما أخشش ألاقي محابس جنب القعدة وتشوه لي المنظر. طبعا هنا شغالين بشبكة تغذية مياه سخنة للفيلا، سخن وبارد وراجع، تدفئة مركز، تسخين مركزي. حطينا المحابس بتاعتنا سخن بارد راجع، محبس للصندوق زي ما سيادتك شايف كده بالظبط، بالخيطان والبؤج عشان احدد الليفل النهائي للحائط عشان ما الاقيش الشغل بتاعي مدفون. وده الشغل الهندسي. دخلنا بمواسيرنا وطلعنا على الرايزر من بره، جبنا المحابس حطيناها ورا الباب، وبعد كده كملنا الحمام بتاعنا زي ما سيادتك هتشوف معانا بالظبط كده. طبعا هنا الصندوق الدفن بالشرب والليزر، اكستنا بالظبط هنا نص القعدة زي ما سيادتك شايف كده، الاكس 50 سنتي من الحائط. شدنا وتر للحائط اللي هو اللي على اليمين عشان اكس منه بالظبط ويديني الاكس بتاعي بالظبط. بعد كده جبنا شطاف بارد وتغذية للتويلت بارد. طبعا الصندوق معانا هنا ايدل ستاندر. طبعا هنا ده الشرب بتاعنا ماشي يا عم، برضو لو لفينا بالليزر بتاعنا عندنا سخن بارد راجع، الخط السخن جه في الاخر وبقى اخد خط الراجع وطلع على بره. حطينا خلاط دفن للحوض، طبعا بنكتب اكساتنا على الحائط عشان الاقي شغلي بالمسطرة. طبعا هنا برضو الليزر بتاعنا بيدينا الاكسات زي ما سيادتك شايف كده بالظبط. اكس الهيت شاور هو اكس سمارت بوكس هو اكس الصباب، كله جاي معايا على اكس واحد. الجريلا بتاعت الشاور 60 سم، طبعا لسه جاري العمل. طبعا ركبنا الجريلا بتاعتنا، وهنا الحوض هيبقى جاي حوض ستاند على الواقف والصرف بينزل فيه على طول. عملنا بوكس داخل كابينة الشاور عشان ألم فيه شامبوهاتي واستخدامات الحمام كلها، يبقى عندي المكان مستريح جامد جدا. أرجو إن شاء الله بإذن الله ينول إعجابكم، وانتظرونا في كل ما هو جديد وحصري في عالم السباكة الحديثة. طبعا الماسورة اللي هناك ديت، الماسورة دي حضرتك دليل تقطير، ثواني يا مشيت، دي دليل تقطير حضرتك عشان ناخد عليها مية الحمام لو في تسريب في العزل أو ما شابه إلى ذلك.